الشاملة بالمؤسسات الفندقية أو لرسم وتعيين الأمور لتدريس الضباط لواء مشاة ميكانيكية الذي إن هذه الزيارة الموجهة للمدرسة العليا للإدارة العسكرية تندرج في إطار تعزيز العمل الجواري ضمن مخطط الاتصال المعتمد من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتمتين علاقة الشعب بجيشه وكذا التعرف على المؤسسات التكوينية العسكرية وتعزيز روابط التواصل مع المواطنين في إطار رابط جيش أمة.